بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين. لدينا اليوم خلطة لتنقية الأمعاء المصارين وإصلاحها بإذن الله تعالى. ملعقة من الحلبة تطحنوها ناعم جدا، ملعقة من بذور الكتان نطحنها ناعم جدا مثل البودرة، ملعقة أكل كبيرة يعني. من الكمون نطحنها ناعم جدا مثل البودرة، ملعقة كبيرة طعام من اليانسون، ملعقة كبيرة أكل كبيرة يعني من الرشاد المطحون جدا، ملعقتين من بذور الشومر أو الشمر، ملعقة من المليسة بالمغربي للويزة، ملعقة من قشر الرمان، 7 حبات من الخردل الأبيض، الخردل الأبيض 7 حبات فقط، تطحن كلها ناعم جدا جدا. وفي المساء نأخذ ملعقة متوسطة، مش كبيرة ولا صغيرة، وسط، ونضعها بكوب ونضيف عليه ماء ساخن، حركهم ونغطيهم ونتركهم حتى الصباح، وبعد صلاة الفجر يعني على الريق، صلي صحيتوا للصلاة مباشرة، صفيهم واشربهم. احنا عملنا الخلطة وطحناها. الآن نأخذ من الخلطة ملعقة متوسطة، نجيب كاس ماء نحطهم ونكب عليه ماء ساخن ونحركهم ونغطيهم للصباح. الصبح قبل صلاة، قبل ما نصلي الفجر، نصفي الكاس هذا، نصفيه ونشربهم على الريق، ونروح ما ناكل ولا نشرب لمدة ساعة. نروح على المسجد نصلي، نتوضأ ونصلي ونخلص ونرجع البيت. ما يرجع البيت يقعد يجلس لك 10 دقائق ربع ساعة كده، وبعدين افطر فطورك العادي. كرر لمدة 5 أيام فقط يكفي إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نسأل الله ونرجو من الله إن شاء الله اليوم الثالث تشوفوا النتائج العجيبة في التحسن للمصارين، للأمعاء، للقولونات، للقولون، تحسن الجهاز الهضمي، وممكن نستخدمها لمدة أسبوع ما في مشكلة، يكون أفضل بس ليس أكثر. ولكن اللي عنده قرحة معدة يستخدم هذه الوصفة، ولكن لا يضع معها خردل. اللي عنده قرحة بالمعدة يستخدم الوصفة، ولكن لا يستخدم الخردل، حتى لو أبيض لا يستخدم، ما في مشكلة، يعني أفضل من لا شيء. 3 أيام تبدأ تشوف النتائج. إذا استمريتوا 5 أيام 7 أيام تشوفوا العجب العجاب، تحسن تام بالمصارين بإذن الله تعالى. أبو عبد العزيز العشاب كان معكم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح لنا بالعلم، وأن يرينا أهل العلم، وأن يجعلنا من جلساء أهل العلم، وأن نستفيد من علمهم ويستفيدوا من علمنا، نحن طلاب علم. الله حق، من يتق الله يجعل له مخرجا. أوصي الحريم، أوصي بناتنا وأخواتنا، إياك والنميمة. إذا جلست وحدة صارت تنم نم 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 نم، فلانة قالت، فلانة مالت، فلانة حالت، أطرديها من بيتك، نقول لها يلا برا، كل شيء نمامة، أنت نمامة، تريدين أدخلنا النار؟ بعدي سيري الله عونك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين.